بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة وسعادة في ميدان المرموم لسباقات الهجن اليوم العاشر على التوالي، مهرجان فزاع المكارم في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل في هذه الانطلاقات في هذا الحشد الجماهيري الكبير الخليجي الحاضر على طيلة هذه الأيام في المرموم بهذا الملتقى على الرحب والسعة في دار المكتوم الكرام. في هذه الانطلاقات انطلقت أشواط مساء هذا اليوم بالذلل والزمول الأصايل، انطلقنا مع الشوط السابع ليحمل لنا الزمول الأصايل المحليات في سابع الأشواط في انطلاقات هذا المساء 8 كيلومترات من تحدد المسار للفائز، من ننطلق فيها مع تبادل المراكز والتغييرات حتى الرمق الأخير عبر شاشة دبي ريسنج مؤسسة دبي للإعلام في هذا النقل الحي والمباشر والقنوات المرافقة طيلة هذا المهرجان. شكرا كذلك في هذا الاندفاع نعود إلى المركز الأول، ننطلق مع المركز الأول هملول على مقدمة الشوط، منصور بن كمد بالذويب العامري ياتي مع المركز الأول يندفع بالمقدمة، بينما المركز الثاني ثاني المراكز جبر راشد بن سالم بن مسحار بالمتفيج الكتبي ياتي على المركز الثاني، المركز الثالث ثالث المراكز الحذرة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي ياتي على المركز الثالث، المركز الرابع رابع المراكز أدهم ياتي في المركز الرابع في هذا الاندفاع، ولا سرحان حمد بن راشد بن غدير يتقدم على رابع المراكز بشعار الواثق، المركز الخامس ياتي المركز الخامس خامس المراكز شاهين علي بن سالم بن علي الدرعي يتقدم بو داود زميلنا الإعلامي المتقدم مع هذا الاندفاع، بينما مساح نايع بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي يتقدم كذلك، وحمدان يتقدم في هذه اللحظات هناك. ننطلق مع هذه الانطلاقات مع هذا الاندفاع، شوف القدوم قالت مسلم بن سالم بن حمد بن رميلة العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السابع، المركز الثامن ثامن المراكز، شوف التواجد مباشر في هذه الانطلاقة، والشاعر حمد بن علي العويسي يتقدم مع مباشر المركز التاسع، وهذا تاسع المراكز المركز التاسع، شوف الدخول على تاسع المراكز جبر عبد العزيز بن سيف بن كليب في المركز التاسع، والمركز العاشر يتواجد فيها في هذه اللحظة مندفع راشد علي بن راشد بن مسلم العمري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة في هذا الاندفاع. نعود إلى المراكز الأولى، نعود بعد ان اكملنا العشر المراكز، نعود مع الزمول الاصايل المحليات، نعود مع هذه الشعارات، شوف الكوكب الاولى تتكون من ستة من الزمول تتنافس وتتقدم على المراكز الاولى، نسير مع المركز الاول نروح مع المقدمة في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والشيق والرائع.
في هذا الاندفاع والانطلاق. نعود إلى المركز الأول، بالشاوي 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 يتقدم مساح نايع بن راشد بن سيف بن سالم بالشاوي الغفلي، يأتي على مقدمة الشوط ينطلق، ولا مسامح اسمه، مسامح على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هناك المركز الثاني، المركز الثاني الحذر محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يأتي على المركز الثاني في هذا الاندفاع. المركز الثالث شاهين علي بن سالم بن علي بو داود يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم في رابع المراكز سرحان حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقدم سرحان على مقدم على المركز الرابع في هذه اللحظة، دخول على خامس المراكز، غادم الزمول كلها على هذا الاندفاع وعلى هذا الانطلاق. هناك المتفيج كذلك يأتينا بهذا الانطلاق وجبر، هذا جبر المتفيج راشد بن سالم بن مسحار المتفيج وقالت وصل قالت مسلم بن سالم بن حمد بن رميلة العامري، يقدم مشاهدين العزاء، يقدم قالط إلى المراكز الأولى. المركز السابع وصل بن كليب وشعاره للمدام، غادم في هذه اللحظات عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي، يقدم كذلك جبر في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما المركز الثامن من يتقدم شعار الشاعر حمد بن علي العويسي، يأتي بهذا الاندفاع، يأتي بهذا الانطلاق، مباشر على هذا التحدي والأثار. المركز التاسع، تاسع المراكز يتقدم فيه ريان، وصل ريان حمد بن محمد بن حاذ الاكتبي على تاسع المراكز، والعاشر هناك يتقدم في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق لتضحرويته. هذا شاهين محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي. هذه العشر المراكز الأولى من الزمول المحليات، ذعناها للمرة الثانية على التوالي، وغادرنا 3 كيلومترات، وغادرنا حزام القابات، وانطلقنا مع المراكز الأولى، وعدنا مرة ثانية للكادر العلوي في شاشة دبي رسنج في هذا الانطلاق. عدنا مع بالشاوي اللي يقود المسار، اللي ينطلق بالمقدمة، اللي يقدم مسامح نايع بن راشد بن سيف بالشاوي، يتقدم على المركز الأول، يقود هذا المسار، يقود هذا الانطلاق. المركز الثاني يأتي بن حماد وشعاره الحذر محمد بن علي بن حماد الشامسي، يتقدم في هذه اللحظات على ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث المراكز الشاهين وعلي بن سالم بو داود الدرعي، يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع، نشوف رابع المراكز، هناك الانطلاق وهناك الاندفاع، يتقدم قالط لمسلم بن سالم بن رميله العامري، يأتي على المركز الرابع عبد العزيز بن سيف بن كليب كذلك، يتقدم مع هذا الأثار الحاضرة، وتقدم من قبل ريان وحمد بن محمد بن علي بن حاذ الاكتبي، يأتي بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق، وكذلك شاهين محمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي. هذه المراكز الأولى من الزمول. يا هل ترى لمن شوط الزمول، الشوط السابع في أشواط أمسية هذه الليلة، هذا الاندفاع والرقصة في 8 كيلومترات
الشعارات مع الكبار ومع هذه الشعارات الجميلة. بن حماد، بن حماد قاد مسار الشوط، انطلق إلى مقدمة الشوط، اندفع مع الحذر. محمد بن علي بن حماد يعرف هذا الموقع، يعرف هذا المكان في هذا الاندفاع. هناك مع هذا المسار، مع هذا الانطلاق والتحدي الجميل بقيادة الهداف، بقيادة الهداف هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، يقود في التضمير وينطلق على المقدمة. المركز الثاني لا زال مسامح مع الكيلو الأخير، الكيلو الأخير لمو إلى الناموس وإلى الفوز، إلى الانطلاق الأول. بالشارع لا زال مع مسامح، بالشاوي نايع بن راشد، بالشاوي الغفلي. والمركز الثالث لا زال في شاهين علي بن سالم بو داود الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع هناك، ولكن دخيلك لا تفوت هذه اللقطة. خلني أعود مع المركز الأول، أعود مع الانطلاق، أعود مع الحذر، الحذر اللي انطلق، اللي اندفع بهذا الاندفاع الجميل. الله يا بن حماد، الله يا بن حماد في هذه الانطلاقة، في هذا الاندفاع، في هذه التحديات الجميلة. الحذر، الحذر، الحذر على المركز الأول، مسيطر، مسيطر على المقدمة. هذا محمد بن علي بن حماد الشامسي، أحد شبابنا الرائعين، أحد شبابنا المقدمين. عاد بن نايع مرة ثانية، عاد بن نايع، عاد بن نايع مرة ثانية مع مسامح، مسامح، تحرك مسامح، تحرك مسامح. ووصلكم أيضا شاهين، شاهين المحرمي، ولكن مسامح، مسامح بالشاوي. أهل مهذب، أهل الفلي ينطلقون، ينطلقون مع المراكز الأولى. تهانينا لبالشاوي، سلام وتحية لأهل الفلي، لأهل الفلي معلا. نايع بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي ينتزع مع مسامح الناموس. المركز الثاني شاهين محمد بن عوض المحرمي، المركز الثالث الحذر وصل في المركز الثالث محمد بن علي بن حماد الشامسي، المركز الرابع تقدم في مزعل، في المركز الرابع محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي، والمركز الخامس شاهين لعلي بن سالم بو داود الدرعي. هذه النتيجة للخمس المراكز في وصولها إلى خط النهاية. وبالشاوي سلم على أهل الفلي في هذا المساء الجميل. 12 دقيقة 45 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، توقيت مسامح. تهانينا نايع بن راشد بن سيف الشاوي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. بينما المركز الثاني 12 دقيقة 46، 7 أجزاء من الثانية، من حل في المركز الثاني وتقدم بأداء جميل هذا شاهين محمد بن عوض المحرمي. والمركز الثالث 7 دقائق و عفوا المركز الثالث 12 دقيقة 47، 7 أجزاء من الثانية، من أتى في المركز الثالث الحذر محمد بن علي بن حماد الشامسي. هكذا تهانينا والناموس مشاهدينا.